السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنبتدي مع بعض درس جديد وهو استقرار المصر القديم في الوادي. أول حاجة هنتكلم عنها إن الإنسان قديما كان يعيش فوق الهضاب. فين الهضاب؟ مكان السهم كده ما بيشاور. كان الإنسان قديما يعيش فوق الهضاب. يعني إيه الهضاب؟ الهضبة دي عبارة عن أرض مرتفعة مستوية أو شبه مستوية. مستوية يعني ممكن ألاقيها حتة واحدة، شبه مستوية يعني ألاقي فيها جزء عالي وجزء لأ. يبقى كان الإنسان قديما يعيش فوق الهضاب. طب فوق الهضاب حياته كانت عاملة إزاي؟ كان دائم التنقل والترحال. تنقل يعني بيتنقل من مكان لآخر، ترحال يعني بيعزل بيرحل. كان دائم التنقل والترحال ليه؟ زي ما احنا شايفين في الصورة كده بيصطاد الحيوانات علشان خاطر ياكلها وبيجمع الثمار وبعد كده بيروح علشان ياكلها. طيب خلصت، يبدأ يتنقل في مكان تاني عشان يجمع الثمار ويصطاد الحيوانات. خلصت، يبتدي يتنقل مكان تالت وهكذا. يبقى كان دائم التنقل والترحال، يعني حياته غير مستقرة. يبقى دائم التنقل والترحال وغير مستقر للبحث عن الماء والغذاء. وادي شكل المصري القديم وهو عايش مع أولاده في الفتحة اللي جوه الجبل اللي اتفقنا عليها في الدرس الأولاني اللي هي الكهف. كان عايش مع أولاده وبيأكلوا الأكل اللي بيجمعوه وبيشربوا المية اللي عندهم، لكن لما بتخلص بيبدأوا يتنقلوا ويروحوا يدوروا على مكان تاني. وكانت حياته مملوءة بالخوف والقلق. يعني إيه؟ خايف لحسن ما يلاقيش أكل أو شرب، خايف لحسن يجي حيوان مفترس وياكله. يبقى كانت حياته فوق الهضاب غير مستقرة ومملوءة بالخوف والقلق. وادي شكل المصري القديم وهو قاعد بياكل في الحيوانات اللي اصطادها، وطبعا كانت نية. ليه؟ لأنه كان لسه ما اكتشفش النار، وزي ما احنا ملاحظين كده من لبسه ان هو كان بيلبس جلود الحيوانات. لكن فجأة الإنسان اكتشف النار وابتدى يستخدمها في كل حاجة في حياته. تعالوا نشوف قصة اكتشاف النار. بدأت قصة اكتشاف النار عن طريق انه كان بيراقب الطبيعة ويشوف الحرائق اللي كانت بتحصل حواليه وهو مش عارف سببها ومش قادر يفسرها، او عن طريق انه هو كان بيلعب بخشبتين وبعد كده بحجرين وابتدى يكتشف من خلال لعبه ديت ازاي يعمل النار. تعالوا مع بعض نشوف ازاي. وابتدى المصري القديم يستخدم النار أولا لطهي الطعام. يعني إيه طهي الطعام؟ يعني علشان خاطر يطبخ الأكل بتاعه بدل ما كان بياكله ني.
وكمان بدأ يستخدم النار في التدفئة عشان يدفي نفسه بالليل، وكمان لإبعاد الحيوانات المفترسة يبقى استخدم النار في 3 حاجات مهمين، هما طهي الطعام والتدفئة وإبعاد الحيوانات المفترسة، لأن الحيوانات المفترسة بتخاف من النار. يبقى نرجع نفتكر مع بعض تاني حياة الإنسان فوق الهضاب. عاش الإنسان قديما فوق الهضاب، كان دائم التنقل والترحال يعني غير مستقر، ليه؟ للبحث عن الماء والغذاء، وكانت حياته مملوءة بالخوف والقلق. وفي الآخر اكتشف النار. أهمية النار إيه بقى؟ استخدمها في طهي الطعام والتدفئة وإبعاد الحيوانات المفترسة. لكن للأسف فوق الهضاب قلت الأمطار وقلت المية اللي كان بيشربها، وكمان ابتدى ما يلاقيش طعام، فاضطر إنه يسيب الهضاب ويتنقل لمكان تاني، فنزل إلى وادي النيل. وادي النيل دي المنطقة اللي موجودة عند نهر النيل. يبقى الإنسان بعد ما ترك الهضاب نزل إلى وادي النيل. وادي نهر النيل اللي بيشاور عليه السهم، الإنسان عاش جنبه وابتدى يشرب وابتدى ياكل من الثمار الموجودة على الشجر ويرمي البذور اللي هو بياكلها، وبعد كده لأن المية لما بتيجي على البذور اللي اترمت منه ابتدت تطلع تاني زراعة، فاكتشف الزراعة، قال يبقى أنا لو جبت البذور بنفسي وابتديت أسقيها وخلي بالي منها هتطلع زرع. وفعلا اتعلم الزراعة وبدأ يستأنس الحيوانات، يعني يربي الحيوانات اللي احنا شايفينها موجودة هناك جنب نهر النيل عند السهم. ولما اتعلم الزراعة ابتدى يبني مساكن. المساكن بتاعته في البداية كانت معمولة من الخوص ومعمولة من الطين. يبقى في البداية كانت المساكن بتاعته بسيطة، بس بناها علشان خاطر يستقر فيها ويعيش فيها. وكان بيصنع بعد كده ملابسه من الكتان. الكتان ده نبات زرعه المصر القديم، وابتدى يصنع منه الملابس بتاعته زي ما بيشاور عليها كده السهم، اللي هي الملابس اللي لونها أبيض. يبقى صنع ملابسه من الكتان. فاكرين كان بيلبس ايه فوق الهضاب؟ جلود الحيوانات. دلوقتي صنع ملابسه من الكتان وبدأ يبني المساكن ليستقر فيها. لكن بعد كده المساكن اتطورت وبقت معمولة من الطوب اللبن. الطوب اللبن ده عبارة عن طوب معمول من الطين والقش مخلوطين مع بعض، وبعد كده لما بيبقوا زي العجينة بيعمل منهم قالب طوب ويحطه في قلب الشمس لحد ما ينشف، وبعد كده يحطه في قلب الفرن علشان خاطر يبقى جامد، ويبتدي يبني منه البيت. وده طبعا كان بيستحمل فترة من الزمن، وممكن لحد دلوقتي نلاقي بيوت مبنية من الطوب اللبن ده لحد دلوقتي عندنا في الصعيد أو في بعض مناطق الريفية. يبقى بنى مسكنه من الطوب اللبن ليه؟ ليعيش ويستقر فيه. وصنع الأواني الفخارية. يبقى صنع الأواني من الفخار. صنع الأواني من الفخار. وإحنا اتفقنا في الدرس بتاع المرة اللي فاتت أنه صنع الأواني الفخارية في العصر الحجري الحديث، وده معناه أن الإنسان عرف الحجر ثم الفخار. عرف الحجر ثم الفخار، واستخدم الفخار علشان خاطر يصنع منه الأواني اللي هياكل وهيشرب فيها. وصنع التماثيل من الطين والصلصال. صنع التماثيل من الطين والصلصال. الصلصال ده عبارة عن مادة طينية كان بيقدر يشكلها بالطريقة اللي هو عاوزها، شبه الصلصال اللي انتوا بتلعبوا بيه دلوقتي. يبقى نرجع بقى نفتكر حياة الإنسان في وادي النيل. نزل إلى وادي النيل ليه؟ للبحث عن الماء والغذاء. تعلم الزراعة واستقر واستأنس الحيوانات. استأنس الحيوانات يعني ربى الحيوانات. إيه بقى أهمية الزراعة؟ خليته يتعلم الاستقرار، يعني يفضل عايش في مكان واحد، وبدأ يبني مساكن عشان يعيش ويستقر فيها، وتعلم الولاء والانتماء والتعاون والمسؤولية. الولاء يعني حب الإنسان لأرضه. لما كلنا نحب وطننا مصر ده اسمه ولاء. لما الفلاح يحب أرضه الزراعية ده اسمه ولاء.
وتعلم كمان الانتماء. الانتماء هو حب الإنسان للأشخاص، يعني لما أحب أسرتي ده اسمه انتماء، لما أحب أصدقائي ومدرسيني اسمه انتماء، لما أحب مجتمعي كله يعني كل الناس اللي عايشين حواليا ده اسمه انتماء. أما التعاون يعني نساعد بعض، والمسؤولية يعني تتحمل مسؤولية الشيء اللي انت بتعمله لحد ما تتقنه وتعمله على أحسن شكل. يبقى أهمية الزراعة اتعلم الاستقرار وبناء المساكن والولاء والانتماء والتعاون والمسؤولية. طب ايه نتيجة انه عرف الزراعة؟ اتعلم الاستقرار وبناء المساكن والولاء والانتماء والتعاون والمسؤولية. طب هو ليه المصري القديم عرف الاستقرار؟ لأنه تعلم الزراعة. يبقى معنى كده نرجع نفتكر مع بعض بسرعة معلومة: بدأ التاريخ عندما عرف الإنسان الكتابة، لكن بدأ الاستقرار عندما عرف الإنسان الزراعة، وبنى مسكنه من الطين والسقف من البوص، وبعدين بناها من الطوب اللبن. ليه بنى المساكن؟ ليعيش فيها ويستقر. وصنع ملابسه من الكتان وجلود الحيوانات، الكتان في وادي النيل وجلود الحيوانات كانت فوق الهضاب. صنع ملابسه من الكتان وجلود الحيوانات، وصنع الأواني من الفخار، وصنع التماثيل من الطين والصلصال. دلوقتي بقى يلا علشان خاطر فقرة الأسئلة. وبكده يكون انتهى درسنا، وإن شاء الله نتقابل مع بعض في درس جديد.